عبد الرزاق البدوي. عبد الرزاق البدوي البطل اللي كان فيه هو اخو عبد القادر البدوي. عبد الرزاق البدوي كان المسرحي عبد الرزاق البدوي احد رواد المسرح المغربي واحد مؤسسي فرقه البدوي لجانب اخيه عبد القادر البدوي. ويعتبر مسرح البدوي الذي يجر وراءه اكثر من 50 سنة من التجربه الفنيه والمسرحيه. جيتك الحلوه لا شاد الحلوى، هاي اكلت الحلوى النهار كله وهما كياكلوا الحلوى والمسكه والكراني الشوكولاته بارك عليهم الحلاوه. خليهم راك تعرف الدراري يا موني. يمكن على الدراري ولكن هي اللي زايده فيه شويه. على مفاجاه. شنو؟ زينب. شكون زينب؟ زينب اللي تلاقت معنا صديقتك اللي كانت تلاقت معنا في عرس العرفاوي. حسن دير راسك ما شفتيهاش. ما يمكنش المراه هي جايه في الاتجاه ديالنا. واعس والله. المفاجاه. اهلا زينب. اهلا هدى. اهلا ليلى. استاذ منير بابا. فرصه سعيده. الله يبارك فيك. مرحبا. مسرحا مناضلا ومجددا في المجال، وقد اثر ريبرتوار المسرحيه المغربي. اليوم ومنذ أن تفرق الإخوة يدير الأستاذ عبد الرزاق البدوي الذي شارك في أعمال تلفزيونية وسينمائية من بينها الملائكة لا تحلق فوق الدار البيضاء للمخرج محمد عسلي، فرقته المسرحية هو وزوجته الممثلة عائشة ساجد رفيقة دربه. Tutto vero, ma sono preoccupato. Ormai quelle scarpe me le sogno quando dormo. Signore, mia moglie sta per partorire. Mandale i soldi, Said. Un uomo senza soldi non vale niente. Ormai quelle scarpe me le sogno quando dormo. Al lavoro, a casa. Sogno anche a occhi aperti. Cattiva merce. Però senza quelle scarpe. Guarda, Ismail, quelle scarpe sono per gente che guadagna molti soldi. Non come te che guadagni giusto per vivere. Attento, Said, mi sembri mia madre. Vedrai, Said, verrà il giorno che mi darai ragione. E se lo vuoi sapere, io la odio questa Casablanca. Odio Casablanca. Sai cos'è il cavallo per un cavaliere? Un cavaliere non può vivere senza cavallo. تميزه الاحترافي وتسييره الإداري وحبه الشديد للركح وغيرته الفنية على المسرح المغربي قل نظيرهما، كما هو ناجح ببصيرته المتميزة في اختيار الممثل المحنك القادر على ترجمة تصوراته الإخراجية، سواء من الصنف الاحترافي الذي آمن به منذ السبعينات وأسس له مؤسسة لفرقة مسرح البدوي. عجب، ما مورفاش كتجي لهنا؟ تماما، كنت دايزة بلا فواتور ديالي ما عرفتش كيفاش وقفت هنايا. المحبه اللي بيناتنا هي اللي جابتك ياك زينب. بحال الا علمك الله هدى. زينب جلسي تشربي معنا شي حاجه. منير احنا خصنا نوضو نمشي. فاطمه الزهراء لحال فعلك. زيد ربوسه خالتي خالتي غادا تمشي لباريس وغنجيب لك واحد اللعبه هائله. تبارك الله ما حد هو كيكبر هو كيشبه البابا. تفضلي يا زينب. ميرسي. تشربي معنا شي حاجه؟ احنا خصنا نمشيو. ولكن اسمح لي ليلى بلاتي زينب يلا جلست معنا تشرب شي حاجه وعدنا. تشربي شي حاجه؟ ايوا اجي سيدي عفاك. الا كنتو غادي ما كايلاش. خليها امي مشي وانايا. كما ذكرنا ان اهم اعماله كانت
فيلم فوق الدار البيضاء الملائكة لا تحلق، وهو فيلم سينمائي مغربي لمحمد عسلي من إنتاج سنة 2005 ذات شكل إخراجي جديد على السينما المغربية، حيث اعتمد على صورة قريبة من السينما الإيطالية بحكم أن إيطاليا هي بلد إقامة مخرج الفيلم. الفيلم اعتمد على ثقافتين مختلفتين وهما اللغة العربية واللغة الأمازيغية، وذلك يظهر من ديكور وحوارات الفيلم. ومثل أيضا في فيلم الإبن العاق للمخرج السينمائي محمد عصفور. اليتيم مع الأسف ما كملته شيء، وكانت منا شي نهار نكمله، وبالخصوص مع البطل اللي كان فيه وهو أخو عبد القادر البدوي عبد الرزاق البدوي، كان هيك عطيف صغير أو ما اليوم كبر، اليوم كيتسمى إلى بكين إلى ساعدني الحد نكمله، وبالخصوص الطفل الكبير المعقول. وهو فيلم كان سنة 1956 وعرض لأول مرة بقاعة سينما الملكي بالدار البيضاء سنة 1958، وما يزال النقاش بين النقاد والمؤرخين قائما حول تحديد أول فيلم روائي طويل مغربي، إذ يقول البعض أن الإبن العاق هو أول فيلم مغربي يوضع على رأس اللائحة، لكن آخرين يقولون أن فيلم الحياة كفاح في سنة 1968 لمخرجيه أحمد المسناوي ومحمد تازي هو أول فيلم روائي طويل. سبب الاختلاف بحسب الناقد مصطفى المسناوي أن فيلم ابن العاق مدته الزمنية لا تتعدى الساعة والربع، بالإضافة إلى أنه صور على فيلم خام من فئة 16 ملم، مما يجعله أقرب إلى أفلام الهواة منه إلى أفلام المحترفين. ثم أن هذا الفيلم رغم صدوره في الخمسينات إلا أنه كان فيلما صامتا، حيث كان عصفور في كل عرض للفيلم يصاحبه بتعليق حي وبحوارات وموسيقى ومؤثرات صوتية عن طريق الميكروفون في عين المكان.